أدلة جديدة على الصبغة الإقليمية للحرب بالوكالة التي تدور رحاها على الجغرافية اليمنية. فاستنادا إلى تقرير سري هو الأحدث لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، كشفت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، لا تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تتزود بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران. وفي التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن وجاء في 125 صفحة ويغطي السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، أوضح فريق الخبراء إنه يواصل الاعتقاد بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى وكذلك أسلحة أخرى تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015. واستند الفريق إلى زيارة له قام بها إلى السعودية وتفحص خلالها حطام 10 صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، ليصل إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة تكثيف حملتهم على الأرجح ضد أهداف في السعودية وفقا لما جاء في التقرير. يأتي ذلك فيما تزعم طهران في رسالة وجهتها إلى فريق الخبراء بأن هذه الصواريخ عبارة عن نسخة مطورة محليا من صواريخ سكود، وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع الحرب. هي إذن حرب إقليمية بالوكالة تدور رحاها في اليمن، وتحضر فيها إيران بقوة عبر السلاح والدعم اللوجستي، وتنشغل فيها السعودية بصد التأثير الخطير للحوثيين الموالين لإيران في حدها الجنوبي وبقوتهم الصاروخية التي تضرب في العمق الجغرافي للمملكة. يأتي ذلك بعد 3 أعوام من الحرب التي لا يزال بإمكان الحوثيين خلالها الحصول على الأسلحة عبر الشريط الساحلي المفتوح في البحر الأحمر الذي بدأ يتقلص في الآونة الأخيرة نتيجة تقدم القوات الحكومية المدعومة من التحالف باتجاه الحديدة، تقدم جاء في نظر المراقبين متأخراً جداً، وعلى نحو عكس تخبط التحالف وسوء تقديره لمجريات الحرب ونتائجها معاً، ونتيجة لانشغاله بتصفية الشركاء، وهو وصف يشار به دائماً إلى الشرعية ورموزها ومنظومتها السياسية والعسكرية والأمنية.